بعد ما يخرجوا لي كوب كيك من الفران كيوليو على هذا الشكل بحال كتشوفوا طيبين وزوينين. الان غادي نشرعوا على بركه الله في التزيين ديالهم، نحطهم في الطبق بحال هكا. نزينوهم بالشعريه ديال الشكلاط، الشكلاط والشعريه الملونه. هنا انا راني وجدت من قبل شويه ديال القشده الطريه مخلطه مع الحليب ديال نيسلي والشكلاط حسب الاختيار، وصبحت عندي هاد الكريمه. غادي نديرها في لابوش ونزين بها الوجه ديال الكوب كيك. السيده كل وحده كتزين على حسب الرغبه ديالها، ربما بالكونفيتور المربى والكوك اولا الكاناش ديال الشكلاط واللوز، كل وحده تزين حسب الرغبه ديالها. نزينوا الان، نمشيو غير بشويه حنا تنزينوا الكوب كيك ديالنا. على هذا الشكل نكملوا الوحدة الأخيرة. بهذه الطريقة هذه نزينوا من الفوق من الشعرية ديال الشكلاط. هاو الحبات ديال الحلوى بيضاء. على حسب الرغبة وشنو كتحبي هي. هكذا عندنا الطريقة الأخرى في التزيين، ناخدو خدينا النوع الثاني ديال التزيين وهو القشدة الطرية مخلطة بحليب نيسلي والملون الغذائي على حسب الرغبة. هنا خديت اللون أزرق واللي بغى ياخذ اللون اللي بغى. نزينو به الكوب كيك على هذا الشكل، كنحطوه بشكل يعني عشوائي، كل واحد يزين بالشكل اللي بغى. لان قشده طريه يمكننا نديروها غير بالملعقه، ما تحتاجش شي لابوش. نعطيو هذا الشكل ديال لي غوشي من الفوق بحال هكا.
نكملوا الأخيرة. ليش نزينوها بشكلات شعرية ملونة تعطينا هذا الشكل هذا. هكذا نكونوا اننا قدمنا الكوب كيك بشكلين مختلفين يجيوا على هذا الشكل. نتمنى ان هذه الوصفه تنال رضاكم وتعجبكم، وإلا اعجبتكم الوصفه حاولوا انكم ديروا لي جيم في السلسله ديالي. وشكرا وبصحه والراحه.